هيدا اللي شايفينه اسمه الروبوكام. هيدي هي اول كاميرا وهيدا اختراع لبناني بالعالم، روبوكام، كاميرا مثل الروبو بيمشي، يلي عامله هو سام يعني سليمان عبد الساتر. مساء الخير سليمان اللي عامل هيدا الروبوكام، شاب لبناني صديق لإلي، وانا كثير فخور بانه حدا من لبنان لكل العالم عامل اختراع اسمه سام روبوكام.